يا صقر سليم غنى القاف واحسب للعلوم حساب نابين العبس وعلوم انا نوثق مصادرها أبو مشعب سلم كلامنا وانت أبو مشعب وانا أقول الحمية في المواقف لا تواخرها بعد يخلصنا من الأجناب دروب طوالي ما علمك فيها وانت خبرها ترى يا شيخ تركي كان جت للواجب الغصب أعلمك إني ما بفرق ماضيها وحاضرة زمان العام يوم الدعاوي والعلوم صعب حضرنا ثم ردنا الخطية فوق ناشرها أنا ما تابع المخطي وأنا ما تابع الأحزاب وانا ما همني عالم تزبرق في مظاهرها انا خبر كل ان جات المهمة تفتي الى الاجناب على قول الميدان راعي طبيعة ما يغيرها على قول الميدان راعي طبيعة يخليها ما دام انك حجزت الاول في عالي المرقب اقول الثانية لن طعت شوري لا تدورها أنا شيخ يحل الكايدة ويورد الهياب وأنا أقدركم رؤوس الرجال اللي نقدرها ترى يمنى يفي يمناك والطيب عليه عتاب في يوم ترجع القالات والهيبة لكبرها